بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل في chapter 11 motion and vibration measurement. Measurement of motion and vibration parameters are important in many applications. يعني قياس الحركة والاهتزازات جدا مهم في كثير من التطبيقات، خصوصا في الاختصاصات الميكانيكية وفي اختصاص هندسة السيارات، لأن تطوير السيارات وقابليتها تقليل الاهتزازات لراحة السواق ولراحة الراكبين، إضافة لزيادة عمر الآلات ولفوائد أخرى. To simple vibration instrument، يوجد هناك أداتين بسيطتين هنا وهما الأساسيتان في قياس الاهتزازات، وربما أخذتم شيئا عنها أو شيئا عن معادلاتها في مادة الاهتزازات. بالقياس الأول اللي هو wedge symbol wedge as a device of amplitude displacement measurement، مثل ما تشوفون عبارة عن wedge أثناء اهتزازها راح تكون حركة بهذا الشكل، تقاطع الحركة عند هذه النقطة من هذا التقاطع إلى نهاية الحركة تكون distance هي x. ال vibration إلى ال displacement تساوي a cosine omega t، والمسافة هنا بين الرأسين 2a. بالحالة الثانية beam كان ليفر مشكل في جانب، القانون نفسه ليس الثلاثة هي الأوميجا إم سي إن روت إي آي على إم ألت فور سي إن 11 اللي هو إضافي إن بريتش يونت و 0.55 إن إس آي يونت. هنا الاهتزاز راح لأنه اهتزاز هارمونيك فايبريشن راح يكون الإس يساوي إس نوت كوزاين أوميجا إم تي. هذا هو القانون اللي تحدثنا عنه. هنا يعني يلاحظ أنه لا بد أن يلاحظ أنه الـ I هو الـ moment of inertia of the beam about the centroidal axis، والـ E هو اليون modulus of the beam material اللي هو بالبساي أو بالباسكال، يعني يعتبر الوحدات تكون هي وحدات ضغط، والـ R هو الـ beam in inch or meter. هنا مثال أيضا، هذا المثال فيه مجموعة من المعلومات، وبالأخير هي يعني يطلب calculate the range of frequencies that may be measured with the device and allowable uncertainty in R. ونريد الـ uncertainty بالنسبة للـ R، والـ R هو معطينا الرو، و assume the material properties are known exactly. احنا عندنا اليوم المودلات، عندنا بقية المعلومات، نطلع الموت اوف انيرشيا اللي ماخذينه من الثرموستاتيك والدايناميك اللي هو باي ار ار تو 4 باي 4 اللي هو 4 بيمز، والماتيريال الماس تساوي الرو في الفوليوم، الرو في باي ار سكوير في طول الارض بالنسبه لواحد انش، بعد ما يكون 4 انش راح تنضرب في 4 انش حتى تطلع عندنا الماس اقل عن ناتشرال فريكونسي تبعا بقانون الناتشرال فريكونسي اللي هو قانون 11/2. فبالنسبة للبارشيال اوميجا باي بارشيال ار هي انسرتينتي فريكونسي، فقط هي ناخذ المشتقة ومن خلالها نطلع الانسرتينتي للنيرف للطوق على التطبيق المباشر. توجد أجهزة أخرى تطورت بالنسبة لي قياس السايزميك انسترومنت اللي هو الزلازل. فالأساس فيها هو الجهاز الأول هو عبارة عن كتلة ومتصل براس اليوزر وبسبرينج ودامبر، من خلال الدايناميك وكذلك من خلال الفايبريشن راح تشوفون انه الاكس هو متصل مع السبرينج والدامبر، والاكس هو متصل مع الكتلة والدامبر. بعد ما نأخذ المعادلة يعني راح نقول الماس في الـ x2 double dot plus cx dot plus kx كل هذه 2 x2 يساوي الـ cx1 dot plus kx1، واللي هي تعتبر معادلة التحكم اللي هي أصبحت المعادلة 11/3. ثم اشتقل هناك ثاني يعني اساسا اشتقت اساسا
محفوظة أو معروفة واللي تبع لقانون نيوتن الساكن لو أوف موشن. من خلالها فقط العوامل اللي يهامون فرق الإكس واي راح تصبح المعادلات بهذا الشكل. فنحن عندنا دلتا إكس والأوميجا والفاي، وأكيد أنتم ماخذين عنها تفاصيل أكثر ربما في الفايبريشن. لا تحتاج يعني فقط عندك يكون انه سي سي هو الكريتيكال فانكشن اوف لامدا. العلاقات ما بين الشرح الاكسلريشن ما الاكسلريشن امبليتيود اوف لامدا الفايبريشن راح يساوي المشتقة الثانية وهي معروفة اساسا، بس احنا وضعنا مربع او مستطيل للتأكيد على انها ضرورية ان تعرفها، بما انها المشتقة الثانية بالنسبة للساحة جزاها اكس واي تساوي لامدا هوم سكوير في الاكس نوت. أما تايم كونستانت اللي يساوي 2 على سي أو تقليلها حسب اختيارك إنه 1.5 سكند أو 5 سكند، وبالنسبة للنشرة في الكورس يعطي كريتيكال دام بيجريشن رقم على تايم كونستانت إلها 1 على الأوميجا إن سي باي سي سي. والقانون تطبيق مباشر يحتاج تقريبا أي سؤال ممكن يعني فقط تقارنون أي سؤال واحد نجاوب إن شاء الله تعالى. البريود بالنسبة للبريود فقط تأكيد إنه البريود تساوي 2 باي على الأوميجا، أيضا ضروري أنه تعرف أنه البريود تساوي 2 باي على الأوميجا. فبراكتيكال كونسيدريشن فور سايزميك إكسبيرمنت نبدأ بها. عندنا مجموعة أجهزة اللي هي هنا مرسومة 3 أجهزة وواحد ما مرسوم راح نتطرق هنا. عندنا يعني 4 أجهزة بالنسبة للبراكتيكال كونسيدريشن الأخبارات الأساسية للأجهزة الرئاسية. فهذه الأربع أجهزة راح نبدأ بها بالتسلسل. فنبدأ بأول واحد اللي هو سايزميك انسترومنت يوزنج فولتج ديفايتر بوتنشيومتر، واللي يعتمد على تغير المقاومة يعني تغير الفولتية الخارجة وعن طريقها راح نقيس الإزاحة وبالتالي نقيس الاهتزازات. هذه تقريبا نفس المبدأ بشكل مختلف بس أطور ويقيس ترددات أكثر اللي هو Utilizing an Electrical Resistance Shrinkage for Sensing Relative Displacement من Housing يعني هو من الكيس موجود وحركة رقم على الإزاحة Utilized Shrinkage المشكل بتعتبر قيس اهتزازات أكثر يعني مرات من الاهتزاز. Because of the relatively large mass of the potentiometer, اللي هو الجهاز الأول, such system have rather low natural frequencies less than about 100 Hz. فيقيس تكون دقيقة بس بأقل من 100 Hz بسبب زيادة الكتلة. عادة الكتلة تقريبا تصل حتى 500 غرام تقريبا وتعتبر كبيرة بالنسبة للجهاز. أما بالنسبة للlinear differential potentiometer LDPT واللي هي described في الفصل الرابع أخذ أنذر convenient for measurement of relative displacement واللي تقيس اهتزازات من 270 300 هرتز. هذه موصوفة في الصفحة 65 في chapter 4 في الماتش يعني. هذه طريقة تركيبها عبارة عن محولة وفرود يتحرك كروفور يتحرك إلى جهة الموجب وإلى جهة السالب وينبث الفولتج من جهة الملف الأول والعطف الفولتج من جهة السكندري كويلز عبارة عن السكندري كويلز تحرك مثل ما تلاحظون يعني طريقة الحركة إذا تحرك اليمين أقصى اليمين وأقصى اليسار تزداد الفولتية لكن الوسط راح تقل الفولتية وتنعدم في السنتر. الاستفادة من أنت في قياس الفولتية نتيجة حركة الاهتزاز راح تقل الفولتية الخارجة وبالتالي نقل الإزاحة ومن خلال بعد الإزاحة ممكن أنه يستخرج يعني طريقة التذبذب والارتزية النيتشرال فريكونسي وراح نطلع أيضا مقدار الإزاحة اللي تتحرك من الأعلى ومن أسفل ومن اليمين وإلى اليسار. مثل هذا السيستم يمكن أن يقيس من 270 إلى 300 هرتز. النوع الآخر اللي هو نوع الإلكتريكال ريزيستنس ترانجيوج اللي هو نوع أيضا ناقشناه في تشابتر 10 ما ثم طاول بي نتفاجئون إلى المعلومات الأساسية اللي أخذناها في شابتر 10 وأيضا استفادة من المعلومات المذكورة هنا. أما النوع الأخير وهو النوع الأداء والأفضل والأبسط اللي هو
seismic instrument utilizing a piezoelectric capacitor. هاي المنطقة عبارة عن بيزوإلكتريك كاباسيتور اللي هي تحت الكتلة نتيجة الاهتزاز وتعرضها للضغط راح تتغير القاطر كان يتغير البوتنشيو بيكون بوتنشيو فولتج خارج الأوتبوت وتغير الفولتج قياس البراكتيكال راح نستخرج كل تغير للفولتج طبعا أو طبقا أو شدة ينطبق لكل إزاحة ومن جدول حسب المقياسات اللي تستخدم لهذا الجهاز راح نستخرج بالتالي الإزاحة المتحركة ومقدار التغير ونعرف أيضا راح نعرف نقدر نقيس الاهتزازات اللي تحصل وهذا يقيس يعني كميات كبيرة ومقاوم الحرارة ويقيس حوالي يعني صار يبدي يعني من 10 هرتز ممكن يقيس حتى أقل من 10 هرتز أيضا ويقيس أيضا القياسات العالية اللي تصل إلى 100 كيلو هرتز وهذه مذكورة أيضا هنا ومذكورة أيضا سكشن 423 حول الفيديو اللي تبقى كازيتيز نرجع إلى الساوند إنسترومنت الساوند إنسترومنت ساوند ويفز موجات صوتية رابيبراتي هي ظاهرة اهتزازية وهي لذلك هو مؤثرة جدا لأنه دائما نحتاج إلى تحسين امتصاص الصوت بالنسبة للسيارات والآلات أيضا لراحة السائق ولراحة الركاب ولزيادة عمر الآلة فبالتالي دراستها ضرورية جدا ومهمة بالنسبة للآلات وبالنسبة للسيارات بصورة عامة. It is standard practice in acoustic measurement to relate sound intensity, sound pressure to certain reference values. لازم نعرف عن certain reference values اللي هي I note والB note وهذا مقدارها I note والB note وأما قانون intensity level بالديسيبل يساوي 10 لوغاريتم أو يعني I note فكل كان لوغاريتم أقصد بالديسيبل بالنسبة للـ intensity level للساوند أما البرشر ليفل وبقية الفاريبلز كلها راح تكون 20 لوغاريتم من أي فاريبل تو ذا ستاندرد تو ذا سيرتن ريفرنس فاليوز أو تو ذا ستاندرد ليفل اللي هي البي نوت هنا في عالم البي نوت فعندنا مثال مثلا هنا راح أعطي مثال وإذا ما في كل الأمثلة ممكن أمثلة راجعوها بالنسبة لهذا الفصل الفصل هذا ليس كبيرا معلومات قليلة قياسا للفصل اللي قبل Calculate the total sound intensity related from two sound sources at 60 and 70 decibels يعني total sound intensity وعندنا اثنين مصدرين واحد يعطي 60 وواحد يعطي 70 هرتز الفرق بيناتهم 10 فنروح للفرق بيناتهم اللي هو هذا الخط المائل اللي يتيار بالمائل بما انه الفرق 10 راح نشوفه هنا خلينا ناخذ المؤشر راح نشوفه هنا هذا العشرة إذا العشرة يصل النقطة هنا معناها راح ناخذ هذا الخط اللي هو راح يكون يعني 0.4 لأن هذا واحد فكل تدريجة هي 2 بالعشرة تكون 0.4 فإذا نضيف 0.4 على الأرضي اللي هو 70 راح يكون 70.4 ديسيبل فنعوضها بالقوانين من خلال الآي 1 يساوي 10 to 6 آي نوت والآي 2 10 to 7 آي نوت فالتوتال راح يكون 1.1 تايمز 10 to 7 آي نوت فاللوغاريتم التوتال على الآي نوت راح يكون يساوي 7.0414 فإذا التوتال انتنسيتي ليفل بالنسبة لي يساوي 10 لوغاريتم التوتال على الآي نوت يساوي 70.4 وتحلت المسألة نكمل مسألة أيضا مشابهة لهذه أنواع يعني عبارة عن مواصفات المايكروفونز اللي تتلقى الأصوات ممكن تعرفها للإطلاع فقط راح ناخذ الليلة في بلين ويفز أي بلين أكاستيك ويف اللي هي البارتيكل ديسبليسمنت والبارتيكل هنا الأمبليتيود بارتيكل ديسبليسمنت اللي هي
بس الكوساين 2 باي على اللاميدا السي هي ساوند فيلوسيتي سرعة الصوت في تايم ماينس اكس. الفلكشويشن ان براشر ديو تو ذا باسج اوف ذا فاين ساوند وايت ماي بي ديسكرايبد ان تيرمز اوف ذا امبليتيود اوف ذا بارتيكل ديسبيسمنت ثرو ذا ريليشن البارتيكل تساوي ماينس بيتا بارشيال اس باي بارشيال اكس ماينس بيتا 2 باي باي لاندا الامبليتيود ريشيو اس ساين 2 باي باي لاندا سي تي ماينس اكس. الباك موديل اوف الاستاسيتي في موضوع الهيدروليك وفي موضوع الفلويد ايضا لكن ايضا يمكن محفوظ. اما الانتنسيتي اوف ساوند تبع لها المواصفات راح تكون بهذا الشكل وتعطون الطبقات الخاصه اللي هي ايرث دنسيتي وهكذا البقيه. نكمل الى ساوند نكمل الى ساوند ويفز. ساوند ويفز بالنسبه للبارتيكل موشن راح تكون الى displacement تساوي 2 amplitude ratio displacement sine 2 by x by lambda cosine 2 by ct by lambda plus cosine. هذا الجدول عبارة عن مواصفات بعض المواصفات اللي تحتاجها بالنسبة يعني بالنسبة لبعض المواد بعض الخصائص اللي تلحقها للمستويات الليفل تبع المصدر المصدر الصوتي او تسميه ستاندرد ديسيبلز اللي يكون 0.002 مايكرو بار ومينيمم اوديبل ساوند ليفل ات 1000 هرتز. المينيمم ساوند ليفل بالنسبه للانسان عاده هي تؤخذ بين 10 هرتز و 10000 هرتز لكن اغلب الناس تسمع من فوق ال 1000 هرتز او من فوق ال 500 هرتز ومذكور هنا 1000 هرتز يعتبر مريح يعني من 1000 هرتز الى 2000 هرتز بس هو الانسان عنده قابليه للسمع الاصوات بين ال 10 هرتز وال 10000 هرتز. فرصات البرنامج ويفز is three different from either tunnel waves or standard tunnel waves اللي درسنا سابقا and are encountered in reverberant chambers يعني اللي يحصل هاي الأصوات اللي تنعكس داخل الشامبرات يعني أو تنعكس من الجدار إلى الداخل. أما السايكو أكوستيك فاكتورز وهو مجاز الإنسان قلنا هنا تقريبا بين العشرة تذكر هنا بين العشرة بين هذا المكان وبين العشرة آلاف هرتز في المطلع هو اللاوند تيست ليفل يقاس بالفول والساوند بريزنت ليفل بالديسيبل المستوى مارك اللي هذه مقدار المستوى تحكم المريح بين الألف بين الألف نعم بين الألف نعم كوب إلى حدود 5000 إلى 10000 تقريبا مجال تغير الأصوات التأثير داخل السمع الإنسان. The loudness level as a relative measure of sound strength judged by an average human listener the unit of loudness level is the phone which is divine so that the loudness is phone is numerically equals to the sound pressure level at a frequency of 1000 Hz. وهذه تطبيقات عليها قلنا ممكن تحلونها وتراجعونها في حالة أي سؤال. The measurement system, the typical sound measurement system as shown in the figure below هذه من الفيجرات الموجودة. An appropriate microphone is used to sense the sound wave before measurement begins. An acoustic calibrator is placed over the microphone to protect the calibration. يعني بالبداية يتحسسها من الكالبريشن سيجنال من الاكوستيك كالبريشن ياخذ الميكروفون تكون ساوند ليفل ميتر يقيسه والاوكتيف باند انلايزر يحلله وتظهر اوتبوت عندي الامبليفاير ومونيتور هيرفونز وهكذا بقية التركيبات بس بصيغة تضخيم الصوت وجود ساوند الامبليفاير اضافة اليها. اما الريلاتيف ريسبونس بالنسبه The standard noise network for sound level في هذا الشكل اللي أطلع يعني وربما تفيد بعض الأشكال عند حل بعض
inside. The acoustic properties of material. One of the important objectives of acoustic measurement is the specification of the sound absorption properties of the material. من المهم أن تكون لدينا القدرة لامتصاص للامتصاص الصوت وتقليل تأثيره على السمع الإنسان خصوصا بالآلاف الصغار الراحة في بما من الراحة الراتبة. وهذه أمثلة عليه ضياع ساوند ابسوربشن كوفيشنت لمدا ديفايد باي لمدا باي ساوند ساوند انرجي ابسوربت باي ساوند انرجي انسيدنت ابون سيرفيس. Noise rejection coefficient, since the sound absorption characteristics of material are so strongly frequency dependent, some average parameter must be selected to represent the material behavior over the entire frequency spectrum. ويقاس noise rejection coefficient, يعني ناخذ مجموع الاصوات عارف ان هي الترددات 250 500 و1000 هرتز ونقسمها على الاربع. هنا تنتهي المحاضرة وهذه مجموعة من الأسئلة اللي تستفادون منها في المراجعة للعمل الفصل. أي سؤال ممكن تسأله؟